مرحبا أبنائي بناتي الأعزاء عبر هذا البث المباشر الذي سوف نقوم به اللي هو مراجعة شاملة في الاحتمالات. اليوم اخترت الترتيب. إذا أولا نشوف البث إلى ما يمشي الذي ونحاول ننطلقه في هذا التمرين الرائع الخاص بمراجعة شاملة. إذا نحاول نشوف اللايف مع أن اللايف راه يمشي عادي الحمد لله. إذا راه يمشي عادي الحمد لله يا ربي. إذا نحاول ولادي ننطلقوا نقطة نقطة. تبعوا الله يفتح عليكم. إذا هو قلت هو تمرين جد وجد قيم. قال يحتوي كيس على 12 كرة منها ثلاثة زرقاء مرقمة بواحد واحد اثنان وأربع كرات حمراء مرقمة بواحد واحد اثنان اثنان وخمس كرات خضراء مرقمة واحد اثنان 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 ثلاثة. كل الكرات متماثلة لا نفرق بينها باللمس، نسحب على التوالي دون إرجاع. قلت دون إرجاع. شحال يسحب؟ يسحب ثلاث كرات. الآن يعني هنا كيشوفوا لهذه لأن احنا رانا درنا هذا التمرين وزدت في هذه المرة حلينا لما يكون في آن واحد وقمنا بحله لما يكون السحب على التوالي بإرجاع اللي هي القائمة. واليوم راح نحلوه بحاجة اسمها الترتيبة، يعني عدد الحالات الممكنة. نكتب هنا عدد الحالات الممكنة هي ترتيبة. ترتيبة ماذا أولادي؟ اللي هي كم عندنا؟ عندنا 12 نسحب 3. لما نجي بالآلة قلت لما نجي نحسب بالآلة الحاسبة شكون يقول لي شحال نسيبو ولادي؟ عيطت فيها شطار جبد الآلة الحاسبة وحسبوا راه عندنا الآلة الحاسبة هنايا اللي هي نديرو 12 ومن بعد كاين هنا شيفت ومن بعد نديرو ان سي ار ونديرو 3 راح تعطينا 1320. إذا 1320 هذه راح نكملوا بها نص التمرين. لاحظوا ولادي الله يفتح عليكم. إذا ننطلق بأحسب احتمالات الحوادث هذا. ننطلق بالحادثة الأولى اللي هي أحسب بيليما حيث الأ الذي هي الحصول على من؟ على ثلاث كرات من نفس اللون. إذا هذه الأولى من نفس اللون. إذا مباشرة أصبحنا بيليما يوسف من نفس اللون. يعني واش يقدم يجونا؟ تبعوا الله يفتح عليك. إما يجونا هنايا عندنا ها هنا الكوردينات شوفوا معايا. إذا وحدة اثنين ثلاثة هال بلو تحمل الأرقام واحد واحد اثنين وعندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة هال ذار عفوا روج اللي هما واحد واحد اثنين اثنين وعندنا خمسة ذار اللي هما ها من أمامكم اللي هي واحد اثنين 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 ثلاثة هادو واش ذار. لاحظوا معنا جماعة الخير. تبعوا الآن قال هو نسحب على التوالي دون إرجاع، يعني اللي خرجوها من الطاس ما ترجعش. سما العدد ينقص لما ينقص صبح فينا هنا الترتيبة. إذا أصبح هنا إما ندو واش؟ إما ندو ثلاثة زرقاء، إذا هذي راهي زرقاء، وهذي حمراء، وهذي خضراء. إما ندو واش؟ ندو ثلاثة زرقاء، عندنا ثلاثة، مدونا ثلاثة، أو كلمة أو في الاحتمالات هي زائد، أو ندو ثلاثة، ثلاثة كيف دايرة؟ حمراء، أو ثلاثة كيف هي؟ خضراء، على أ 12 ثلاثة، هات لولادي، إما ندو ثلاثة زرقاء، أو ثلاثة حمراء، أو ثلاثة خضراء، وكلمة أو تفصيلهم زائد. لما نحسبوا هذه ولادي شحال راح نسيبوا بي لي ا نسيبوا 3 على 4 و 4 يا جماعه تبعوا الله يفتح عليكم. نجو الان الى بي لي بي. بي لي بي شوفوا ولادي واش هي بي لي بي. الحصول على ثلاث كرات مختلفه اللون، يعني كيفاش؟ لازم تجينا واحده زرقاء و واحده حمراء و واحده خضراء وكلمه و يعني في، يعني تجينا لاحظوا معايا مليح عندنا الزرقاء عندنا ثلاثة ناخذ منها واحدة
والحمراء عندنا أربعة نأخذ منها واحدة، والخضراء عندنا خمسة نأخذ منها واحدة، على أ 12 3. لكن الحاجة اللي لازمكم ديروها في لسانكم، لما نسحب، اسمعوا معي مليح، نسحب على التوالي يجي في الذهن تاعي معامل الترتيب، معامل الترتيب. وين تنستعملوا هذه؟ في السحب على التوالي بإرجاع أو بالإرجاع، كلاهما نستعمل هذا القانون اللي هو معامل الترتيب. كيفاش نحسبوه هذه؟ شوفوا معايا مليح باش نحسبوه، نحسبوه هنايا. القاعدة واش تقول؟ نحن كم نسحب؟ لاحظوا معايا مليح، رانا نسحبوا ثلاثة، إذا نكتبوا هنا ثلاثة عاملي، عال، معايا مليح، عال. الآن نذكر الأرقام اللي نذكروا هنا وهنا وهنا، نكتب هنا واحد عاملي، وهنا واحد عاملي، وهنا واحد عاملي. أولاً شحال راني نسحب؟ راني نسحب ثلاثة، ثلاثة نكتبها الفوق. أما تحت نكتب العدد اللي كان هنا نكتبه هنا، واللي كان هنا نكتب واحد عاملي، وهنا واحد عاملي. لما نحسب هذه بالآلة الحاسبة راح تعطينا كم؟ تعطينا ستة. هذه قلت تعطينا ستة، حسبوا بالآلة الحاسبة تعطينا ستة. بعد عملية الحساب راح شحال نتحصلوا لهذه؟ نتحصلوا ثلاثة على ماذا؟ على 11. إذا قلت نزيدوا نكملوا. عندنا كذلك هذه قلنا واش؟ هذه مثلنا بي لي بي. ناتي الآن إلى بي لي سي. بي لي سي هنايا عندنا، لاحظوا معايا مليح أجمع اللي راهم مجمعين، الله ما سمح لهم راني صايم، عيب عليكم أجمع، روح خلينا نخدم. وكلا تبعوا التمرين، تبعوا لهذي بصح قاعدين مجمعين، عيب عيب والله عيب. الآن نروحوا البي لي سي. نحن نعلم أن لحساب بي لي سي نحن عندنا إما لون أو لو أو لونين أو ثلاث ألوان. صح، لون نفس اللون هي أ، لونين هي سي، ثلاث ألوان هي بي. شوفوا هنا ها، أ نفس اللون يعني لون واحد، ها هو بي ثلاث ألوان مختلفة، سي ثلاث فرق من اللونين مختلفين. شحال ما عندنا؟ عندنا معناه احنا ما عندناش في السحب مهما يكون، اما عندنا لون او لونين او ثلاث الوان، ما عندناش اربع الوان. فاصبح لنا بي لي ا زائد بي لي سي زائد بي لي بي يساوينا واحد. ها شوف معايا، ومنه بي لي سي يساوينا واحد ناقص بي لي ا ناقص بي لي بي، واصبح لنا بي لي سي تساوينا بعد الحساب اصبح لنا واحد ناقص البي لي ا اللي هي 3 على 44 ناقص البي لي بي اللي هي 3 على 11. بعد عملية الحساب رايحين نصيبوا بي لي سي 29 على ماذا؟ على 44. ها هنا النتيجة. هذا فيما يخص قلت البي لي سي. كذلك عندنا طريقة أخرى لحساب البي لي سي، إذا هذه الطريقة اللي هي خدمنا بالحادثة العكسية. عندنا لون، لونين، ثلاث ألوان، مجموع الاحتمال تاعهم يساوي لنا واحد. بعد هذا واش أصبح لنا؟ مباشرة أصبح لنا بي لي سي يساوي لنا القيمة اللي حسبنا. هذه الطريقة الأولى. نجو للطريقة الثانية. الطريقة الثانية أولادي اللي هي واش؟ تبعوا معنا الله يفتح عليكم. الطريقة الثانية هي طريقة الفرز، يعني إما يجونا اثنان زرقاء وواحدة من الباقي، فهمت مليح؟ أو اثنان حمراء وواحدة من الباقي، أو جينا اثنان خضراء وواحدة وواحد من الباقي. حيث نوصي ولادي مليح، أصبح لنا هكذا بي سي يساوي ندو واحد اثنان، شوفوا معايا اثنان زرقاء وواحدة من الباقي، الباقي اللي هما التسعة، أو سمعوا معايا مليح بعد تعلموا بعد نشوفوا واش راح يصير، أو اثنان حمراء وواحدة من الباقي، الباقي اللي هما دائما ندو من ربعة زوج ويقعدونا منين ثمانية ندو منهم وحدة، أو ندو أ ندو اثنان خضراء
وواحدة من الباقي. لكن لا ننسى هنا، لكن لا ننسى هنا واحد الحاجة، معامل الترتيب. معامل الترتيب قلنا كان نحسبوا يا الأولاد على ماذا؟ هنا ما ننساوش على أ 12 3، لكن هنا معامل الترتيب احنا شعلنا نحسب شعلنا نجبدوا ثلاثة عاملة. هنا واش عندي؟ اثنان عاملة، وهنا واش عندي؟ واحد عاملة. شو كاين نحسب؟ هنا نجبدوا شحال؟ دائما أنا خرجوا ثلاثة، هاي ثلاثة عاملة. على هذا هنا اثنين عاملة، واحد عاملة. كي نحسبوا هذا راح تعطينا شحال؟ راح تعطينا ثلاثة. تعطينا شحال؟ ثلاثة. يعني كاع هذه القيم رايحين نضربوا فيها بثلاثة. إذا بعد عملية الحساب نفس السيناريو أجمع لما نحسبوا قلت الطريقة التفرز هذه أصبح لنا 29 على 4 و4. هذه هي الجواب. قلت هذا هو الجواب تاع الطريقة الثانية. الطريقة الثانية اللي هي نقول اثنان زرقاء وواحدة من الباقي، الدوزيام نقول اثنان حمراء وواحدة من الباقي، أو نقول اثنان خضراء وواحدة من الباقي. هذه هي الجواب التالي. الآن بعدما أنهينا من الحادثة الأ والبي والسي رايحين نجو الآن إلى الحوادث المتبقية. عندنا كذلك بيلي. بيلي ماذا؟ بيلي دي. دي واش راه يقول؟ دي يا جماعة يقول شوف معايا مليح، الحصول على ثلاث كرات تحمل نفس الرقم. نفس الرقم. نجو الأرقام، رقم الواحد شحال عندنا؟ شوف معنا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. إذا الواحد، الواحد عندنا كم؟ عندنا خمسة. الاثنان لما نحسبوه شحال نصيبو؟ نصيبو ستة. والثلاثة عندنا، الثلاثة عندنا واحدة فقط. بحيث لما نجمع واحد زائد ستة زائد خمسة يعطينا 12، هي نفسها تاع الكيس. الآن واش يقول؟ يقول ثلاثة من نفس اللون. يعني أصبح عندنا بي دي يساوي، عفوا، ثلاثة من نفس الرقم. يعني نقدر نردو ثلاثة تروح واحد أ خمسة ثلاثة، أو أ ست اثنين شحال عندنا؟ عندنا ستة، شحال ندو منها؟ ندو منها ثلاثة. أما هذا لا يصل إلى النصاب. هذا نعاود نوصل هذه مليح، لا يصل إلى النصاب، عسر رواحكم، لأن نحن بالسحب على التوالي بدون إرجاع. لو كان بإرجاع يعاود يوصل، لكن بدون إرجاع يخرج مرة هذا رقم ثلاثة، المرة الثانية يصبح مكاش كامل، سما مستحيل. سما عالم ماذا؟ على أ 12 ثلاثة. لما نحسب إذا هذا لا يصل إلى النصاب. أصبح لنا بي لي دي تساوي لنا ثلاثة على 22. نجو الآن إلى بي لي أو. بي لي أو واش هو؟ راه يقول أو ثلاث كرات تحمل أرقام مختلفة. أرقام مختلفة معناها جينا الأولى واحد واثنين وثلاثة. نصبح لنا أ، شوف هذه مليح، أ هكذا، أ أ أ. عندنا الواحد شحال عندنا؟ عندنا خمسة نأخذ منها واحدة، الاثنان عندنا ستة نأخذ منها واحدة، والثلاثة عندنا واحدة نأخذ منها واحدة، على أ 12 ثلاثة مع معامل الترتيب. معامل الترتيب كيف نحسبه ولادي؟ نحن نسحب كم؟ ثلاثة عاملة على واحد عاملة في واحد عاملة في واحد عاملة. هذه لما نحسبوها شحال تعطينا؟ تعطينا كم؟ تعطينا ستة. هذه كي نحسبوها نصيبوها ستة. بعد ما نحسبوا النتيجة ولادي، أكيد مجرد آلات حاسبة برك، الآلة الحاسبة راحين نصيبوا اثنان ثلاثة على 22. شوفوا ولادي الرقم بسيط جدا. نجو الآن إلى بيلي ماذا؟ بيلي شوفوا معايا، بيلي اف. ثلاث كرات تحمل رقمين مختلفين. رقمين كيفاش دايرين؟ مختلفين. رقمين مختلفين معناه يقدر يجينا مثلا هاك واحد واحد اثنين. رقمين مختلفين صحيح، هما رقم ثلاثة بصح الأرقام فيها رقمين مختلفين. هذا نفس الرقم وهذا مختلف. ولا جينا هكذا، جينا اثنان اثنان مثلا ثلاثة، رقمين هما صح رقم ثلاثة بصح أنواع الأرقام شحال كاين هنا؟ كاين اثنين برك، كاين اثنين واثنين، هذه نعدوها كاع رقم واحد، وهذه نعدوها لأن راهم
اختلاف فقط. انا شو اصبح لنا؟ اصبح لنا بي، اما نستعمل طريقه الفرز او نستعمل الطريقه اللي استعملناها في الالوان. احنا عندنا اما رقمين ثلاث ارقام، مكاش اما جينا رقم اللي هو واش كلمه رقم، شوفوا معايا مليح، هي دي نفس الرقم، او رقمين اللي هي اف، او ثلاث ارقام اللي هي واش اللي هي او. سنصبحنا هكذا، اصبحنا في دي نفس الرقم رقمين ثلاث ارقام اللي هي هاي من ثلاث ارقام، شوفوا معايا مليح، تحمل ارقام مختلفه. بيلي ماذا؟ بيلي او يساوي واحد. نفس السيناريو كما حسبنا تاع اللون، لونين ثلاث الوان. ومن هما ذا سبع تبعنا بيلي اف يساوي، بيلي اف ماذا يساوي؟ يساوي لنا واحد ناقص بيلي دي ناقص بيلي ماذا؟ بيلي او. بيلي او تساوي لنا معامل الترتيب. رانا قلنا جماعه معامل الترتيب كيفاش نحسبوه؟ معامل الترتيب راني نقول معامل الترتيب كي نحسبوا ليدي، حنا شحال رانا نسحبوا؟ نسحبوا ثلاثة، نسحبوا ثلاثة عامل. اللي لا تسحب قال لك تسحب ربعة، تسحب ربعة، هنا ربعة عامل. التحت هنا واش نكتبوا؟ نكتبوا الأعداد هادو بالعاملي، واحد عاملي، واحد عاملي، واحد عاملي. كي تحسب هذه بالآلة الحاسبة راك تحسبها ستة، راك تحسبها ستة. واحسب على وراك. جينا الان دوكا بيلي اف، نحن ماذا قلنا؟ قلنا اما رقم او رقمين او ثلاث ارقام، يعني مجموع الاحتمال تاع هذا زائد هذا زائد هذا يساوي لنا شحال؟ يساوي لنا واحد. صح، اصبح لنا واش ولادي؟ اصبح لنا واحد ناقص بيلي دي اللي هي ثلاثه على 22 ناقص بيلي او اللي هي كم؟ اللي هي 3 على 28. بعد عملية الحساب ولادي رايحين نصيبوا 8 على 11. قلت شحال نصيبوا؟ نصيبوا 8 على 11. هاي لكم الجواب كيفاش. إذا نخدمنا هنا بالحادثة العكسية. فيه من يظن أن أرقام مختلفة هي الحادثة العكسية لنفس الأرقام. لا، غلط، لان رانا نخدموا ثلاث انواع تاع الارقام على السطور واحد. متى تكون هذه الحادثه الاخرى؟ لما تكون تسحب زوج فقط. كي تكون تسحب زوج لون، لونين يعني من نفس اللون من الوان مختلفه. لما يكون تسحب ثلاثه على السطور من الوان مختلفه ليس هي الحادثه العكسيه لنفس اللون، هذه غير على السطور واحد ماهيش كيف كيف. هذا هو الان. هذا فيما يخص بيلي ماذا؟ بيلي اف. عندنا الطريقه الاخرى، هي الطريقة الأخرى، هذه الطريقة الأولى. نجيو للطريقة الثانية ولادي اللي هي طريقة الفرز. طريقة الفرز واش هي؟ اللي هي بيلي بيلي اف يساوي، نحن واش قلنا؟ بيلي اف مازلنا معها ولادي ثلاث كرات تحمل رقمين مختلفين. واش رأيكم ندي؟ ندي اثنان، ندي اثنان تحمل رقم واحد وواحدة من اللي بقاو من سبعة. أو ندي واش؟ ندي اثنان تحمل رقم اثنين وواحدة من الباقي. على من؟ على اثناعشر ثلاثة. لكن لا ننسى معامل الترتيب. علاه؟ لأن شوف ولادي راه هنا كاين معامل الترتيب. شحال رانا نسحبوا؟ ثلاثة، نكتب هنا ثلاثة عاملي على ش عندي هنا؟ اثنان عاملي، وهنا واش عندي؟ عندي واحد عاملي. لما نحسب هذه بالآلة الحاسبة، شوفوا هذه مليح، كي نحسبها واش عندنا؟ ركزوا يا جماعة الخير، لأن نعاود راه يقول اف ثلاث كرات تحمل رقمين مختلفين. إما تجينا ندو اثنين، اثنين من هذه؟ واحدة من اللي بقاو، أو ندي اثنين من هذه؟ وحده من اللي بقاو. اما هذا لا يصل الى النصاب لان عندنا مره واحده، لا يمكن ان نسحبوا زوج مرات الثلاثه. لما نحسبوا
بالآلة الحاسبة الطريقة كذلك هذه رايحين نصيبوا شعال ولا دي انصيبوا نعم اذا قلت هنا واحد هكذا واحد من ستة قلنا نصيبوا 8 على 11 هذه الطريقة الثانية بعدما انهينا اذا هذه الثلاثة عسروا واحد من مضروبة كاع فيهم هذو يعني هكذا دايرة هكذا ولادي صح بعدما انهينا الان الحادثة هذه رايحين نروحوا للحادثة اللي بعدها تبعوا جماعة اللي هي قلنا يشبان تاع عندك انا راه عندي بان 10 على 10 نجو الان الى بي لي او بي لي ا بي لي جي بي لي جي جي يقول كرة على الاقل خضراء اسمعوا مليح لما نسمعوا كلمة على الاقل يقول لك القاعدة نطلعوا على الاقل دائما نصعد اما واحدة أو اثنان أو ثلاثة نعاود نقول لما تسمع كلمة على الأقل نقول نصعد لما نسمع على الأكثر ننزل للصفر هكذا تقول القاعدة إذا إما تجينا واش واحدة خضراء وواحدة زرقاء وواحدة حمراء وهذا شحال يتبادلوا بيناتهم يتبادلوا قلنا ست مرات اسمع معايا مليح معامل الترتيب يعني معامل الترتيب هنا ستة أو واحدة خضراء معي مليح واثنان زرقاء يتعلموا بدلوا بينهم ثلاثة أو واحدة خضراء واثنان حمراء بدلوا بينهم ثلاثة يا جماعة ركزوا أو اثنان خضراء وواحدة وواحدة منين من الباقي واحدة واحدة منين من الباقي أو ثلاثة خضراء شوفوا شحال من جهة شوف إما يجونا واحدة خضراء وواحدة زرقاء وواحدة حمراء يتبادلوا بيناتهم ستة أنا قلنا لماذا ستة؟ أنا نكتب هكذا ثلاثة عاملي على واحد عاملي واحد عاملي واحد عاملي تعطينا هذه ستة أما هذه كيجون نحسبوا كذلك معامل الترتيب ثلاثة عاملي على اثنان عاملي في واحد عاملي تعطيني شحال؟ تعطيني ثلاثة باش تشوفوا لي واش غادي نكتب به صح نجيو لهادي واش صبح لنا صبح لنا بي جي يساوي ستة في واحدة 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 خضراء واحدة زرقاء واحدة حمراء أو هذه الأولى نجيو هذه ثلاثة وهذه ثلاثة وهذه كذلك معاملتها ثلاثة تبدلوا بيناتهم ثلاثة صبح لنا زائد ثلاثة في واحدة خضراء واثنان زرقاء أو واحدة واحدة خضراء واثنان حمراء يا جماعة اللي حاب يركز يركز أو واحدة اثنان اثنان خضراء وواحدة من الباقي الباقي ما يهمناش شكون هما يعني مجموعة أخرى ندو اثنين خضراء وحده تبقى من هذا او ثلاثه خضراء هذه الغلطه وخلاص او ثلاثه من خمسه على من على اثنا عشر ثلاثه شوفوا جماعه بس تعلموا ليه نسموها طريقه الفرز لا من قال اللي راه يقول الحادثه العكسيه نتاع على الاكثر هي على الاقل راك غالط 100% غير على السوق ما يمكنش منها راني نعاود نقول عبدو راك غالط الحادثه العكسيه تاع على الاقل ماشي على الاكثر غير على السوق بها لا راك غلط صح اولادي تبعوا معايا اذا هنا شكون اللي يحسبها شحال نصيبوها يا ولاد ها شكون اللي يقول لي شحال نصيبوها صباح النهار مباشره لما نحسبوها ولادي هذه بي جي رايحين نلقاو 37 على 44 قلت شحال نسيبوها 37 على 44 لا نسيبوها 37 على 44 هذا هو الحساب نتاعها تبعوا يا جماعه هذا هو قلت الحساب نتاعها اذا هنا عندنا اما واحده خضراء وواحده زرقاء وواحده حمراء يتبادلوا ست مرات او عندنا واحده خضراء واثنان زرق او واحده خضراء واثنان حمر او اثنان خضر وواحده من الباقي او ثلاثه خضر على من؟ على هذه هي القيمة، تسيبوا 37 على من؟ على 44
الآن بعدما أنهينا من هذه نجول الحادثة الأخرى. شنو هي الحادثة الأخرى؟ اللي هي تبعوا جماعة الخير كاش منها وليدي كيفاش تلبس 73 على 44 كاش منها، لازم الاحتمال يكون محسوب بين الزيرو والأ فقط. صح، نجول الآن إلى الأش. الأش كرة على الأكثر خضراء. درك أنت اللي تقول الحادثة العكسية، درك نشوفوا الحادثة العكسية ولا لا. تابعوا جماعة الآن، إما سما واش جينا لما يقول على الأكثر ننزل إما واحدة أو صفر، إما واحدة أو صفر. أصبحنا واحدة خضراء، واحدة زرقاء، واحدة حمراء، هل يتبادلوا؟ ست. أو واحدة خضراء واثنان حمراء اثنان زرقاء، هل يتبادلوا؟ ثلاث. أو واحدة خضراء، شنو معايا مليح؟ واحدة خضراء واثنان حمراء، هل يتبادلوا؟ ثلاث. أو سمعوا معايا مليح الجماعة اللي حاب يتبعها، أو اثنان، لاحظوا أو، شوفوا معايا كملنا مع الخضراء، أو صفر خضراء وثلاثة، أو نقول اثنان زرقاء وواحدة حمراء، يتبادلوا ثلاثة، أو اثنان حمراء وواحدة زرقاء، يتبادلوا ثلاثة، أو ثلاثة زرقاء أو ثلاثة حمراء. شوفوا واش عامل الحالة، شوفوا واش عامل الحالة، شوفوا واش عامل الحالة قدامكم. شوف هذه يتبادلوا ثلاثة، هذه يتبادلوا ثلاثة، هذه يتبادلوا ثلاثة، وهذه ثلاثة، وهذو ما كاينش تبديل لأنها نفس، وهذو نفس، لأن إما تجينا وحدة خضراء أو يجونا ما يجوناش كاع الخضراء، واش يجونا؟ يقدروا يجونا الزروقة والحمراء بيناتهم. أصبحنا بي أش يساوي وستة في أن واحدة من خمسة، واحدة من أربعة، واحدة من ثلاثة، أو ثلاثة، هذه خلاص تفهمنا بيه تبادل ثلاثة، معامل الترتيب يعني وريناكم القانون خلاص. واش أصبح أنا ولادي؟ أصبح أنا أ واحد من خمسة، وأ اثنان من ثلاثة، أو أ واحد من خمسة، وأ اثنان من أربعة، من هنا، أو أ ثلاثة اثنان و أ واحد أربعة، أو شوفوا معايا مليح، أو أ أربعة اثنان في أ واحد ثلاثة، أو شوفوا معايا مليح، أو ثلاثة خضراء زرقاء، أو ثلاثة حمراء، علامة هذا الكل على أ 12 ثلاثة. شوفوا جماعة الخير، أنا تفهمنا يا جماعة بلي معامل الترتيب خلاص هذا يتبدل ست مرات. سما شحال من وحدة؟ وحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. شوفوا قدام عينيكم، وحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، هذو هما. هذو يتبدلوا ستة، هذو يتبدلوا ثلاثة، هذو يتبدلوا ثلاثة، هذو يتبدلوا ثلاثة، وهذو ثلاثة، وهذو يتبدلوا ما يتبدلوش، وهذا يتبدل ما يتبدلوش، لأنهم نفس ثلاثة زروقة ولا ثلاثة حمراء. بعد عملية الحساب راح نسيبو البي لي اش تاعي الذي نسيبوه 7 على 11. هذاك اللي راه يقول، تبعوا معايا مليح، اللي راه يقول باللي هي الحادثة العكسية، ها راح تشوف جمع هذه مع تاع الجي. شوفوا بي لي جي لقيناه 37 على 44، وهو بي لي اش لقيناها 7 على 11. هل كنا نجمعوا هذه مع هذه نسيبو واحد؟ ما كاش منها، ما كاش منها. لو كان نجمعوا اضرب هذه اضربها في 4 تولينا 44، واضرب دي في 4 تعطيك 28. هل كنا نجمعوا هذه زي هذه تعطينا واحد؟ ما كاش منها. فهمتوا كيفاش؟ السمة هذه باش تفهم مليح اللي يقول على الاقل هي حادثة العكسية اللي على الاكثر، لا ما كاش منها. صح، بعدما انهينا الان من الحادثة هذه رايحين نروح الان إذا هذا قلنا ذال، راح نكمل الآن إلى الحادثة جي خلاص أش خلاص بي لي إي. البي لي إي اللي هي، شوف إيش يقول ولادي، الإي هي على
ثلاث كرات مجموع أرقامها ستة. مجموع أرقامها ستة أكيد مثلا هي 2 زائد 2 زائد 2 أو 1 زائد 2 زائد 3، هذا كامل يساوي 6. سمع شحال من طريق؟ الطريق هي إما تعثنين أو هذا وهذا، سمعنا طريقة، طريقة الجمع. تقول لنا بيلي بيلي إي يساوي 1 2 2 2، شحال عندنا 2؟ شوف عندنا 6. شحال نبدو؟ نبدو من 3 أو هذا شحال يتبادلوا بيناتهم؟ شوف شحال يتبادلوا 6. تفهمنا بلي هذا معامل التبديل تاعهم يساوينا 6، خلاص تفهمنا؟ وريت لكم الفكرة كيف؟ قلنا نقول ثلاثة عاملي على هذا شحال مذكر؟ مرة، هذا مذكر مرة، وهذا مذكر مرة، تعطينا هذه شحال؟ 6، على بالي نحسبها. أصبح عندنا واش؟ أصبح عندنا 6 في أ أ أ، 1 1 1 1 2 هذا عندنا 5، هذا عندنا 5، هذا عندنا 6، وهذا عندنا 1، على من؟ على أ 12 3. راح نحسبوا هذه، إذا بي لي إي راح تصبح لنا 5 على 22، هاي لكم المجموع، صح ولادي، 5 على 22، لماذا؟ لأن العدد 6 باش نتحصلوا عليه عندنا زوج طرق، إما 2 زائد 2 زائد 2 أو 1 زائد 2 زائد 3، كاين اللي يقول الشيخ، هنا نقدر نقولوا هي 3 زائد 3، لا ولكن رانا نسحبوا 3 كريات، عسر روحكم، صح نجي الآن إلى بي لي مجموع أرقامها الآن على مجموع أرقامها يساوينا 7. السبعة شكون هي؟ إما هي 1 ما كاش منها، أي 2 زائد 2 زائد 3، هذه هي الحالة الوحيدة اللي تساوينا 7، ما كاش حاجة واحدة أخرى. تابعوا لي، إذا واش صبح عندنا؟ صبح عندنا بي لي جي يساوي، هنا شحال يتبادلوا هذو بيناتهم؟ يتبادلوا 3، علاه؟ لأن هنا شحال عندنا هذا؟ شوف عندنا هنا نحن نسحب 3، شحال عندو كذا؟ 2، 2 عاملي، شحال عندو كذا؟ 3، 1 عاملي، هذي كي نحسبو راح نسيبو 3، شحال عندنا تعود 2؟ عندنا 6، شحال دينا؟ 2، 3 شحال عندنا؟ عندنا وحدة، شحال دينا؟ دينا وحدة، على أ 12 3، وتساوينا بعد ما نحسبو هذي بهذي تساوي لنا 3 على 40، هاي صح. بعد ما انهينا كذلك تبعوا معي مليح، نجي الان الى بيلي كا. الكا شنو هو؟ على الحصول على ثلاث كرات جداء ارقامها شحال يساوي؟ يساوي 4. اللي جداء الارقام تاعها يساوي 4 اكيد اللي هي هذه، 2 بالرغم لازم نجد 3، 2 في 2 في 1، هذه شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا 4 فقط. كاين اللي يقول الشيخ 2 في 2 تساوي 4، لا راه يجب 3 على السؤال. صبح لنا واش؟ صبح لنا بي لي كا يساوي، هذا شحال يتبادلوا بيناتهم؟ قلنا يتبادلوا 3 مرات، خلاص تفهمنا معامل التبديلات، خلاص نحاولوا نحفظوا فهم، هذا يتبادلوا 3 مرات، خلاص. صبح لنا هذا شحال عندنا؟ عندنا 6، شحال ذكرت؟ مرتين. هذا شحال عندنا؟ عندنا 5، كم ذكرت في الحساب؟ مرة، على أ 12 3، وتحية خاصة الجماعة اللي تتبعها إن شاء الله ربي يوفقها. الآن لماذا؟ لأن جداء ثلاث أرقام يعطينا 4 كاين غير 2 في 2 في 1 فقط. هذا مكان. 2 شحال كاين عندنا؟ عندنا 6، شحال دينا الواحد؟ زوج. الثلاثة الواحد شحال عندنا؟ عندنا 5، شحال دينا؟ دينا من واحد، شحال يتبادلوا بيناتهم هذو؟ يتبادلوا 3 مرات. أصبح لنا بعد عملية الحساب أصبح لنا 15 على من؟ على 44، ها هي لكم، صح ولادي. نحاولوا إذا نزيدوا نكملوا، الله يحفظ عليكم، راه مازال الحال، خلاص هذا فيما يخص بيلي كا، هذا هو الحساب تاعنا، برافو، تحية خاصة إيمان، صح يا بنتي؟ لا بطري حلاوة الدنيا، برافو عليك، صح ولادي، هاك نحبكم، ركزوا جماعة. بعدما انهينا الآن من هذا رايحين نروحوا، روحوا كذلك إلى بي لي أ تقاطع دي،
بيلي أ تقاطع دي، بيلي أ تقاطع دي. شوفوا معايا عنا احنا هاك، شوف بتعلم ها، شوف عنا هنا يا بلو روج فير. الأرقام هي واحد واحد اثنين، واحد واحد اثنين اثنين، واحد اثنين 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 ثلاثة. راه يقول تبعوا معايا نفس اللون ونفس الرقم، نفس اللون نجيب ثلاث أرقام مكش منها، في البلو مكش، في الروج مكش لأن عندنا غير اثنين مارك، في الفير عندنا نعم الفير. واش عندنا ولادي؟ الفير عندنا اثنين واثنين واثنين. إذا صباح عندنا بي لي أ تقاطع دي يساوي شحال عندنا تاع اثنين في الفير؟ في الفير تاع اثنين عندنا واش؟ لأن التقاطع تاع الحوادث باه ديرو في لسانكم مليح هو كيما تركيب الدوال، كيما تركيب الدوال الشبه الفوتوكوبي، يعني مجموعة داخل مجموعة. عندنا إلا هذا اللي يكزيستو، عندنا ثلاثة أ ثلاثة ثلاثة على أ 12 ثلاثة فقط، نفس الرقم نفس اللون. كان يقول لي ما ديتش من خمسة، لا لأن الواحد الواحد ماهوش نفس الرقم، الثلاثة ماهوش نفس الرقم، راه نفس اللون برك. حنا ندو نفس الرقم مع نفس اللون، شحال عندنا؟ عندنا ثلاثة فقط ندو منهم تعطينا 101 على 220. شوفوا معايا ولادي الآن نروحوا للحادثة الأخرى اللي هي بي لي أ اتحاد دي. هذا قانون بي لي أ اتحاد دي يساوي لنا بي لي أ زائد بي لي دي ناقص بي لي أ تقاطع دي. حسابات فقط، هذا حسابات، هذا مجرد قانون تاع حسابات. رايحين نسيبوه يساوي لنا 3 على 44 زائد 3 على 22 ناقص 1 على 220. بعد عملية الحساب راح نسيب 1 على 5. برافو، يعطيكم الصحة. بعدما أنهينا الآن من هذا سوف نتطرق كذلك إلى الحادثة بي لي بي تقاطع دي من ألوان، شوفوا من ألوان مختلفة وتحمل نفس الرقم، ألوان مختلفة بصح تحمل نفس الرقم. هاي طريقة ها، الألوان راهي مختلفة بصح الرقم هو واحد، أو هاي طريقة واحدة ألوان مختلفة بصح الرقم واحد. أصبح لنا بي لي بي تقاطع دي يساوي، واش يساوي؟ أولا الألوان هذه شحال تتغير بيناتها؟ شوفوا معايا مليح، صباح لكم هذا أ أ أ، ندو وحدة وحدة وحدة، ها وحدة مني وحدة مني وحدة مني. هذا شحال عندنا؟ اثنين. شحال عندنا في البلو؟ رقم الواحد عندنا اثنين، في الروج شحال عندنا؟ عندنا اثنين، في الفار شحال عندنا؟ عندنا واحد. شحال يتبادلوا بيناتهم؟ هذا هذا مع هذا مع هذا، شحال يتبادلوا؟ تفهمنا يتبادلوا ست مرات، هذا بي و أ و V يتبادلوا ستة، تفهمنا بلي يتبادلوا ستة طريقة، تفهمنا ثلاثة عاملي على واحد عاملي في واحد عاملي في واحد عاملي. أو الطريقة الثانية واش هي؟ اللي هي الطريقة تاع اثنين، ستة في ها و ها و ها، وحدة وحدة وحدة، في البلو عندنا وحدة، في الروج عندنا زوج، في الفار عندنا ثلاثة على أ 12 ثلاثة. ونحسبوا ولادي، لما نحسبوا شحال راح نصيبوا في هذه؟ نصيبوا واحد على 22. وتحية خاصة الجماعة اللي الله يعطيكم الصحة. نجوا الآن ولادي إلى، إذا لاحظوا معايا ألوان مختلفة بصح الرقم نفسه. شوفوا معايا كيفاش نخدم. نجوا الآن إلى ماذا؟ إلى بي لي أ تقاطع جي، بي لي أ تقاطع جي. الأ قلنا نفس أ نفس اللون، الجي على الأقل كرة خضراء، ها
هنا قلنا على الأقل إما واحدة أو اثنين أو ثلاثة. أتخيل أولادي ركزوا كيفاش نربط الأحداث هذه يعني. في لأ تقاطع جي قلنا دو واحدة خضراء، هل دينا ثلاثة من نفس اللون؟ مستحيل. دينا واحدة خضراء يعني يقدروا يخرجوا زوج معاها حمر، يعني هذه لا. تخيلوا كان دو زوج خضورة، هل كلمة زوج خضورة معناها راهم ثلاثة من نفس اللون؟ مستحيل. زوج خضورة واحدة زرقاء كاش منها. الآن ثلاثة خضورة، ثلاثة خضراء، هل هما من نفس اللون؟ نعم من نفس اللون. إذا تولينا ندو غير ثلاثة خضورة، خضورة شحال عندنا؟ عندنا خمسة، ندوهم من ثلاثة على 12 ثلاثة ونحسب ولادي. شوفوا كيفاش يعني طريقة ذكية. أصبح عندنا واحد على 22. شوفوا معنا الفكرة كيفاه. الواحد ماشي ثلاثة من نفس اللون، الزوج ماشي ثلاثة من نفس اللون، ثلاثة نعم تذكريت من نفس اللون. نجو الآن إلى بيلي أش. الأش قلنا بي عفوا ليس بيلي أش، بيلي أ تقاطع أش عفوا، أ تقاطع أش. إحنا قلنا على الأش كرة خضراء على الأكثر، قلنا على الأكثر إما صفر أو واحد، أو نقول أو واحد ننزل أو صفر. واحدة خضراء مستحيل هي ثلاثة من نفس اللون. اثنان خضراء عفوا واحدة خضراء ليس ثلاثة من نفس اللون كاش تقاطع. شوفوا معي مليح. صفر خضراء، صفر شوفوا يعني نعاود نقولها، واحدة خضراء مستحيل تساوي ثلاثة من نفس اللون. صفر خضراء، صفر خضراء، هل نقدروا تحصلوا على ثلاثة من نفس اللون؟ نعم، اللي هما إما ثلاثة زروقاء أو ثلاثة حمراء. شفتوا كيفاش؟ معناها أصبح عندنا تساوي إما ثلاثة زروقاء أو ثلاثة حمراء على 12 3 12 3. ونحسب هنا ولادي شحال راح نصيب بعد عملية الحساب. رايحين نصيبه نصيبه واحد على 44، هاي واحد على 44. اليوم التمرين تاعنا يبقى على 44 اللي هي رقم الولاية تاع عين دفلة. أنا من ولاية عين دفلة وراه ما يمشي مع ولاية عين دفلة. صح، نكمل الله يفتح عليكم. إذا هذه إذا إما ندو ثلاثة زرقاء أو ثلاثة واش أو ثلاثة أحمر. نزيد نقدم ولادي. عندنا الآن بي لي أ تقاطع دي تقاطع جي من نفس اللون ونفس الرقم ومجموعها ستة. مجموعها شحال؟ ستة. أظن موجودة غير في هذه فقط. نفس اللون ذا نفس الرقم المجموع تاعها هو ستة فقط، موجودة غير في هذه الحالة لأنها مستحيل. نفس اللون كاين صح، نفس الرقم المجموع ستة مكش. أصبح عندنا بي لي أ تقاطع دي تقاطع اي يساوي لنا ا. كم عندنا نفس الرقم هنا؟ عندنا ثلاثة، ندو منها ثلاثة على ا 12 ثلاثة، لأن نفس اللون ونفس الرقم والمجموع يساوي لنا ستة. موجودة غير هنا برك، موجودة فيها اثنين زائد اثنين زائد اثنين، شحال عندنا من وحدة؟ عندنا ثلاثة، شحال دينا منها؟ دينا منها ثلاثة، يساوي لنا واحد على 220. يعطيكم الصحة. صح، نزيد نقدم ولادي، نزيد نقدم رويدا رويدا. نجي الآن إلى بيلي أ تقاطع ك، بيلي أ بيلي أ تقاطع ك، أ تقاطع ك. الأ وش هي قرة؟ الأ يقول الحصول على ثلاث كرات من نفس واش؟ نفس الرقم، نفس اللون. نفس اللون. الكا شو شيء يقول الكا؟ الحصول على ثلاث كريات جداء أرقامها أربعة، جداء أرقامها أربعة. صح ممكن نجو هنا، شوف واحد في واحد في ما كاش منها. شوف معايا راه يقول، شوفوا معايا مليح، أ من نفس اللون الكا الجداء تاع الأرقام يساوي أربعة. أنا نشوف اللي هنا، هاي شوف
نقول الروج روج واحد في اثنان في اثنان. شوف هذه نفس، شوف معي نفس اللون والجداء يسمى أربعة. أو نقول لها كذلك واحد في اثنان في اثنان. هذا تعم، شوف معي مليح، هذا تعروج، هذا تعباء. شحال يتبادلوا بيناتهم؟ هذا أكيد يتبادلوا ثلاث مرات، وهذا شحال يتبادلوا؟ يتبادلوا ثلاث مرات. شوف ولادي باه تعلموا، نقول شو باه تعلموا. إذا واش صبح لنا؟ صبح لنا بي لي أ تقاطع ك يساوي، بي لي أ تقاطع واش؟ تقاطع ك يساوي. واش يساوي ولادي؟ هنايا أما عندنا نجول الآن، نجول الآن شحال عندنا؟ شوفوا معايا، صبح لنا ثلاثة في أو زوج طرق على هاك على أن 12 3. تبعوا الله يفتح عليكم يا جماعة، تبعوا هنايا شحال عندنا؟ هنا شحال عندنا من اثنين؟ هنا شحال عندنا في الروج؟ اثنين. عندنا اثنين، شحال دينا منها؟ دينا منها اثنين. شحال عندنا الواحد ده هنا؟ عندنا اثنين، شحال دينا منه؟ واحد. هذا الطريق الأول ويتبادلوا ثلاث مرات. نجو هنا للفير، شحال دينا؟ شحال عندنا من واحد؟ الواحد عندنا واحد، شحال دينا من واحد؟ اثنين شحال عندنا؟ عندنا ثلاثة، شحال دينا منهم؟ شوف شحال دينا منهم؟ دينا منهم اثنين. والثلاثة هذه راهي برا كامل، شاركوا فيها كامل. بعد عملية الحساب خرج لنا واحد على 44، قلت واحد على من؟ على 44. كملوا الله يفتح عليكم. إذا قلنا هذه تخرج لنا، برافو عليكم، تخرج لنا واحد على 44. نكملوا هذه، كملوا الله يفتح عليكم. نجو الآن إلى ليكن. قال الآن ليكن المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب. الأولى عندنا زوج متغيرات عشوائية، عدد الأرقام الزوجية المحصل عليها، عدد الأرقام المحصل عليها، عدد الأرقام المحصل عليها، عدد الأرقام الزوجية المحصل عليها. تخيلوا لو كان جاتنا هكا واحد واحد واحد، كم من عدد زوجي؟ ما كان والو. إذا هنا قيمنا إكس، هنا يصبح عندنا قيم إكس. تخيلوا جات واحد واحد واحد، لا يوجد زوجي. تخيلوا كان جات واحد واحد اثنين، شحال؟ عدد إذا واحد. تخيلوا كان جاتنا واحد اثنين اثنين، تخيلوا كان جاتنا اثنين اثنين اثنين، هذا هو قيم اكس. شوفوا معايا، ما كاش كامل زوجيه، كاين زوجي واحد، كاين زوجيه، كاين ثلاثه زوجيه، هذا هو قيم اكس تاعي. واش قال؟ قال عين قانون الاحتمال. قانون الاحتمال، قانون الاحتمال، نبداو نحسبوا بي لإكس يساوي لنا صفر. صفر معناه ما ندو حتى وحدة زوجية. واش ندو؟ ندو غير الفرضيات. الفرضيات واش عندنا؟ عندنا الخمسة تاع الواحد، واحد تاع ثلاثة، سما عندنا ستة. ستة ندو منها ثلاثة على 12 ثلاثة. بعد عملية الحساب هنا راح نسيبو كم؟ نسيبو واحد على 11. نجو كذلك إلى بي لإكس يساوي لنا واحد، سما ندو وحدة زوجية، وحدة زوجية، ويبقاو لنا اثنين من الفرضية. لكن هذا ما تنساوش يتبادلوا ثلاث مرات، هضرنا على هذا الموضوع تاع التبادل. على ماذا؟ على أ 12 لا. أنا كاين اللي يقول لي كيفاش؟ ياك تفهمنا كيفاش نحسبوا. ها رانا نجبدوا ثلاثة عاملي على واحد عاملي، وهنا اثنين عاملين، تسمى كي نحسبو نصيبو ثلاثة، هذي راح تعطينا اثنين على 11، تسعة على 22 عفوا، تسعة على 22، نعتذر، صح. نجو كذلك في لإكس ولادي يساوي لنا اثنين، ندو اثنين، اثنين زوجية وواحدة فردية، ولكن ندو شحال يتبادلو؟ يتبادلو ثلاثة، على من؟ على أ 12 3. نحسبو نصيبو 9 على 22. شوفوا ولادي، وتحية خاصة الجمعة اللي تتبع.
بي لإكس يساوي ثلاثة، ندو ثلاثة زوجية على أ 12 ثلاثة، نصيبه وماذا؟ واحد على من؟ هذا 11. بحيث تقول القاعدة لما نجمع مجموع الاحتمالات نلقى واحد. نجو القول هذه نلخصه كلش في جدول بسيط. إكس إي عفوا إكس إي و بي لإكس من أجل إكس يساوينا إكس إي، عندنا صفر واحد اثنين ثلاثة. نجو هنا هاي لكم هاي. إذا عندنا هنا 11، عندنا 22 عفوا 11، عندنا هنا واحد وهنا تسعة وهنا تسعة وهنا واش وهنا واحد. لو نوحد المقامات راح نصيب واحد، نصيب واحد. تبعوا قدام عينيكم تصيبوا واحد من المقام 22 2 وهنا 22 2 18 وربع 22 على 22 0. ايوا خلاص انا كملنا. الان جاء ماذا؟ هذا فيما يخص الامل الاول. ثم احسب امله الرياضيتي. الامل الرياضيتي اللي هو او اكس يساوينا هذا. عدوا لي واحد اثنين ثلاثه اربعه، يعني من واحد الربع اكس اي في بي لاكس من اجل اكس يساوينا اكس اي. يعني بواحد المصطلح هذا فينا زائد ذا فينا زائد ذا فينا زائد ذا فينا تساوي لنا 3 على 2. يعني كي نحسبوا الحساب هذا راح نسيبوا شحال؟ 3 على 2، نسيبوا 3 على 2 صح ولادي. هذا فيما يخص الجزء الاول. نجو الان كذلك قال ليكن كذلك ادراك المتغير العشوائي الذي يثق بكل عمليه سحب. شوفوا واش يدير، مجموع مربعات الارقام المحصل عليها، مجموع مربعات الارقام المحصل عليها قيم إيك. يا جماعه هنا ركزوا معايا، صح؟ تخيلوا لو كان جينا هكذا، تبعوا لايف تعليم، جينا الاولى الواحد والدوزيام الواحد والتروزيام الواحد، ربعوه ربعوه هذا وربعوه هذا، شحال تعطينا؟ تعطينا ثلاثه. اذا نجيو هنا نقولوا إيك ينتهي اولا ثلاثه. تخيلوا الذي لو كان جينا، شوفوا معايا، جينا واحد وجينا واحد وجينا اثنين، ربعوا هذا وهذا وهذا. انا راه يقول مجموع المربعات، مجموع المربعات شحال تعطينا؟ هذه تعطينا اربعه والاخر تساوينا سته. هاي لكم سته. تخيلوا لو كان جينا واحد ويزيدوا اثنين ويزيدوا اثنين، ربعوا هنا وربعوا هنا وربعوا هنا، تولي لنا هذه شحال؟ تولي لنا كم؟ تولي لنا ثمانيه تسعه. جينا تسعه. يا جماعه تبعوا، حرام عليكم تبعوا. الآن نجو كذلك لو كان جينا مثلا كذلك جينا واحد، جينا هكا واحد واحد ثلاثة، نربعو نربعو نربعو، شحال تعطينا؟ تسعة تعطينا 11. هاي لكم 11. تخيلوا لو كان جينا كذلك لو جينا اثنين 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 اثنين، كلنا مربع مربع مربع، كلنا إث 12. هاي لكم 12. تخيلوا لو كان جينا كذلك جينا واحد، جينا واحد اثنين ثلاثة، نربعو هنا ونربعو هنا ونربعو هنا، تسعة 13 14. هاي لكم 14. تخيلوا لو كان جينا اثنين اثنين ثلاثة، نربعو هنا ونربعو هنا ونربعو هنا، شحال تولينا؟ تولينا 17. ها نقيم اكس التوري، نقيم ايكغيك التوري. ايوا بعدها واش يصرى؟ قال لي دوكا عين قانون الاحتمال. قانون الاحتمال انه نحسبوا الحوادث، قانون الاحتمال نحسبوا بي ايكغيك من اجل ايكغيك يساوينا ثلاثة. الايكغيك يساوينا ثلاثة ها هو واحد واحد واحد، شحال عندنا من واحد؟ عندنا خمسة، دينا منها ثلاثة على أ 12 ثلاثة. لما نحسبوا هذه شحال راح نسيبوا؟ ولادي نسيبوا 60 على 1320. نحسبوا كذلك من أجل بي إيكغيك يساوي لنا ستة، نفس السيناريو ستة.
عندنا هنا شحال عندنا؟ عندنا خمسة دينا منها اثنين، عام اثنين دينا منها اثنين، وهنا عندنا ستة دينا منها واحد على أن 12 لا، لكن هذه يتبادلوا بيناتهم قلنا ثلاث مرات، مع التبديل لازم نديرو. شحال نسيبو بعد هذا العملية؟ راح نسيبو 360 على 1320. نجو الآن إلى بي للإيراد يساوي لنا كم؟ يساوي لنا 9. التسعة وشنو هو التسعة؟ ها هو التسعة. ندو أ عندنا خمسة دينا منها وحدة، و أ ستة دينا منها زوج، على أ 12 ثلاثة، ومعامل التبديل هو ثلاثي لأنه هذه تبدلوا ثلاثة، لأن هذه كملنا معاها. بعد العملية تاع الحساب راح نسيبو 450 على 1320. ومن بعد بي لي إيكغيك يساوي لنا كم؟ 11. نفس السيناريو يساوي لنا قلنا 11، ها هو 11. أصبح لنا 3 أ 5 ندو منها 2 نعيليكم، والثلاثة عندنا وحدة دينا منها وحدة على أ 12 3. نفس السيناريو الذي راح يسيبو 60 على 1320. ثم بعدها عندنا بي لي إيكغيك يساوي لنا واش؟ يساوي لنا 12، يساوي 12 عندنا تلع اثنين برك، عندنا 6 ندو منهم 3 على أن 12 3، معامل الترتيب مكانش لأنها نفس. تصبح لنا واش؟ تصبح لنا 120 على 1320. نروحو لبي إيكغيك يساوي لنا 14. ال 14 دينا واحد من ذا واحد من ذا واحد من ذا، سما 6 في أن أن أن، معامل الترتيب لأن هنا كامل راح يتبادل. عندنا الخمسة دينا من واحد، والستة واحد، والواحد دينا من واحد على أ 12 3، وتساوي لنا بعد الحساب 180. 180 على 1320. بعد نجو البي لي إيكغيك يساوي لنا 17، اللي هو عندنا معامل الترتيب أ 6 2 في أ 1 1 على أ 12 3، وتساوي لنا 90 على 1320. تحية خاصة جمع اللي يتبع واللي لحق عليهم الأذان لو يتغدى يفطروا. الآن رانا كملنا، كنا نحسبوا هذا المجموع راح نسيبوه شحال؟ نسيبوه واحد. دركا نلخصوا كلش الجدول تاعنا. عندنا كي اكس اي و بي، عندنا 6 وعندنا 3 و 6 و 9 و 11 و 12 و 14 و 17. الكل عندنا شتاي هما؟ عندنا الاول 60، الثاني 360، نعم 360، اللي بعده 450، اللي وراه 60، اللي وراه 120، واللي وراه 180، واللي وراه 90، كامل على نفس الكسر اللي هو 1320. خلاص كملنا مع هذو. نجو الان الى قال لي استنتج، قال لي احسب الامل الرياضيتي لي إيكغيك نفس السيناريو، هذا في هذا وهذا في هذا، هنا عندنا دائما 1320 كامل. كي نحسبوا هذا في ذا وهذا في ذا وهذا في ذا، راح نشعل نسيب ولادي يعني بعد عمليه الحساب راح نلقاو، نعم نلقاو 12540 على 1320 تعطينا 6 9 ونص. ها هو بعد ما جاء بعدها ثم قال استنتج، استنتاج لي اكس زائد ايغريك. شوف معايا من الخواص، الخواص هي هكذا، لي اكس زائد إيكغيك هي لي إكس زائد لي إيكغيك. هذا مكان ولادي، هذا مكان رانا حاسبينهم للزوج، واحد واحد ونص أنا صبناه 3 على 2، والآخر هو 9 ونص. وحسبوا شحال تقول لكم؟ 10 11. بعد ما أنهينا الآن من هذا قال لي كذلك اللي هي لي في واش؟ الان السيد اكس هنا نديروها
نعم هكذا سي اف اكس زائد 3. هذه واش تساوي لنا ولادي؟ تساوي لنا اولي الان سي اف اكس زائد 3، وهذا ينزل لهنا اصبح يكون اولي اكس زائد 3 وتساوي لنا 1.5 زائد 3 وتساوي لنا 4.5. هانا كملنا ولادي، شوفوا كيف الفكره تاعها. اولي الان سي اف اكس زائد 3 شو شات تساوي؟ تساوي لنا 4.5. هانا كملنا التمرين، نسأل الله إن شاء الله أن يوفقكم جميعا، أنكم راكم استفدتوا من هذا اللايف، ربي ينوركم وينورنا معكم، ولا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة، مع تحيات الأستاذ نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.